قولوا للحكام ايضا كما راكم تقولوا للشعب الجزائري ما تخرجوش المظاهرات ما تديروش كذا، قولوا للحكام اتقوا الله في الشعب الجزائري المسلم، احلوا ما احل الله واحرموا ما حرم الله. قولوا لهم هذه الكلمه، شاطئين غير في الشعب ترقدوا فيه، شعب يحب يجيب حقوقه وانت ترقدوا، لا انت جبت له حقوقه ولا دفعت له حقوقه ولا نظرت على حقوقه وتجي ترقدوا، ونهار اذا كان الشعب كاش ما غلط غلطه يطلعوا كلهم فوق المنابر، والشعب هذا لا يفقه الدين ولا يعرف الاسلام وكذا، الشعب يعرف الحلال من الحرام، الحلال بين والحرام ما يحتاج الخطبه تاعك ولا الدرس تاعك ولا المحاضره تاعك، ما يحتاج، يعرف بلي الخمر حرام، يعرف بلي الزنا حرام، حتى تطلع انت تقول له، قول لا لازم نغيروا المنكر، لا لا رحنا للحكومه، الحكومه رحنا لنا قول لها حبسوا هذا الاخر. حرام درك الان حتى ولاو الناس يجيو يجي المنكر معروفا والمعروف منكرا، هذا اللي قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه، قال ياتي زمان على امه محمد صلى الله عليه وسلم يولي الانسان الذي يغير المنكر كانه حمار. ولذلك قال حذيفة قال نعوذ بالله من جيفة الأموات، قال وما الأموات؟ قال الذي يرى المنكر فلا يغير. واستعدوا ادخلوا الحبس. تعبوا تغيروا المنكر لما تاخذوا كفوف. ايه نعم ايه لازم ناخذوا كف ولازم ندخلوا الحبس ولازم كذا، ولا ما يتغيرش المنكر. وما تبكيوش خلاص. كان انا غيرت المنكر، ربي ان شاء الله يرضى علي ويجعل هذا في الحسنات نتاعنا. اما باش الان يجيو الدعاة ساكتين على المنكر ويقولوا ما تغيرش، ما غيروا منكر السياسه ولا منكر الاقتصاد ولا منكر الاخلاق ولا منكر كذا، نهار كامل الا من رحم ربي يطلع فوق المنبر ولا يجي في الدرس اول حاجه بوق من الابواق وما ديروش هكذا، وهذه فتنه والفتنه اكبر من القتل. ياك ربي قال في القران الكريم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، يا ناس اتقوا الله. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. اياك يا محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بالك يقول لك هذا الحكم ما تطبقوش ولا دينه كذا. اذا لابد علينا اننا شعوب مسلمه لازم تحكم بماذا؟ اليهود عندهم مرجعيه ولا لا؟ شفت انتم اليهود في الكنيسه حاطين كتاب وسنه؟ يهود في الكنيسه. شفتوا المسيحيين في الاتحاد الاوروبي حاطين التوراه ولا حاطين القران؟ يحط عندهم الانجيل. كل امه لها مرجعيتها، والحاكم ينبغي ان يكون من باطن هذه الامه يدافع عن هويتها وعن عقيدتها وعن شريعتها وعن اخلاقها وعن ما يميزها عن بقيه الامم. هذا هو دور الحاكم المسلم، لا ان ينشط